في جولة اليوم وصور من الماضي نتجه إلى قصر السكاكين باشا بحي الظاهر لنشاهد مجموعة من اللقطات النادرة للقصر. يمتاز القصر بمجموعة رائعة من المنحوتات والتماثيل التي تزين القصر من الخارج ومن الداخل. فحول القصر توجد مجموعة تماثيل على جدران الخارجية تتماشى مع عمارة القصر الإيطالية وثقافة منشئ القصر سكاكيني باشا. وإلى جانب المجموعة النادرة من التماثيل الموجودة بالقصر توجد مجموعة من اللوحات الجدارية والأسقف الملونة والمرسومة بعناية تجعل من القصر تحفة معمارية نادرة. ومع تعاقب الزمن على القصر أصابه بعض الإهمال، إلا أنه لا يزال يحتفظ برونقه المعماري الفريد. وإلى هنا تنتهي جولة اليوم وصور من الماضي.